في زيارة للفريق الوزاري إلى محافظة معان، أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أن الحكومة موظفة لدى الشعب، والسؤال هنا: هل الحكومة بالفعل موظفة عند الشعب مع هذا الفيض من القرارات الحكومية التي تثقل كاهل المواطن؟ لا لا لا، الحكومة أصلاً إحنا كل الشعب بيشتغل للحكومة، يعني كل العالم زي ما قال معمر القذافي في يوم من الأيام، كل دول العالم الحكومات بتصرف على الشعوب إلا الشعب الأردني بيصرف على الحكومة. لا، أنا رأيي الشخصي الحكومة بتسعى للمواطن ولراحة المواطن طبعاً بهدف معين هي بتتحقق، يعني راحة المواطن، بس رفع الأسعار دائما بيطلع رفع الأسعار. المواطن الأردني عبارة عن يعني خلينا نحكي جيبته للدولة، ضرائب، زيادة أسعار البنزين دائما مولع كذا، بس فيش خيار بإيد الدولة. يعني بتحكي لك ما في، لا في عندنا نفط، لا في عندنا، فمش عارف، الله يقدرنا إن شاء الله. يا سيدي، احنا املنا في الحكومه ان شاء الله في 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 المرحله القادمه ان شاء الله تكون مرحله ايجابيه ان شاء الله وبناءه في سد المديونيه، وفي في ان شاء الله في انخفاض كمان المديونيه، وان شاء الله احنا دائما ايجابيين في يعني في حياتنا. بصراحه الحكومه بتشتغل عند المواطن، لا والله الحكومه دائما بتخدم المواطن، بتامن له التامين الصحي اللي عايز، بتامن له طب، بتعطيه معاش، موفره له كل شيء. حرام الواحد يكون، لازم يكون واقع الإنسان. لا، مش مسؤولين، إحنا المسؤولين عن الحكومة، لأنه شعبنا هو اللي بصرف على الحكومة. لا والله الشعب موظف عنده. بين مية، يعني المسؤول المضبوط بنزل على السوق بشوف شو وضع الاقتصاد، شو وضع الناس. سوق نايم، ما في شغل ولا في مبين، يعني اقتصاد وين ما تروح بتلاقيه نايم. والله هذا يعني إجابة حدية، نعم أو لا. ما بقدر أقول لك أو لا. والله يفترض انه يكون انها تشتغل عند الشعب، وفعليا يجب ان تشتغل عند الشعب، لانه الشعب بحاجه انه تكون حكومه قادره على بناء توجهاته الاقتصاديه المعيشيه، فهذا الشيء مفروغ منه بعتقد انا. وتصريح الملقي الاخير ليس بالغريب، حيث أطلقت الحكومات السابقة أيضا تصريحات كثيرة، منها تسديد المديونية ووقف هدر المال العام والحد من البطالة والفقر وغيرها من التصريحات النارية التي تداعب أمان المواطن صباح مساء، لكن دون أن يرى منها شيئا على أرض الواقع. حمد الفائز، الحقيقة الدولية.